في ليلة ضياع كيليان امبابيه، في ليلة ضيع فيها كيليان امبابيه اكتر من 5 اهداف، ووقع في التسلل في 8 مرات في المباراة. كيليان امبابيه الساسج جدا بيضيع النهاردة ريال مدريد، هو وفينيسيوس الاخر. فينيسيوس عمل شوية من اللي عليه، ولكن في النهاية برشلونة يقول انا سيد اوروبا، انا افضل فريق في اوروبا، انا اكمل فريق في اوروبا، انا اجمل فريق في اوروبا. برشلونة يثبت ذلك اليوم في البرنابيو بعد ان اسقط ريال مدريد بربعية مقابل لا شيء بدماغ هانز فليك، بتكتيك وفنيات هانز فليك. ساب الشوط الاول كان فرصة سهلة جدا لانشيلوتي وريال مدريد ان هم يخلصوا الشوط الاول ويجنوا على برشلونة وينهوا الامال في الشوط الاول بتسجيل هدف او 2 من الفرص اللي اتيحت لريال مدريد، ولكن سذاجة كيليان امبابي وقلة حيلة انشيلوتي خلت هانز فليك يطبق تكتيكه ويطبق تشكيلته في ارض الملعب وينهي الشوط الاول بالتعادل السلبي علشان ينزل الشوط الثاني يعتبر ريال مدريد هو بايرن ميونخ ويحط فيه 4 في 45 دقيقة. ريال مدريد يهزم على البرنابيو، ريال مدريد يتأخر ويبقى في المركز الثاني في الدوري الاسباني. وهقول لك ان برشلونة هيفضل راكب لبداية يناير وممكن لبعد يناير كمان. برشلونة يفوز على ريال مدريد ب4 اهداف مقابل لا شيء، فنيات وتكتيكيات كتير جدا نتكلم عنها في الفيديو بتاع النهارده. فانزل حالا بلا فعلا اعمل لايك واعمل سبسكرايب القناه وفعل زر الجرس وشير الفيديو ده لكل اصحابك عشان يشوفوا ايه هي اسباب فوز ريال مدريد او فوز برشلونه على ريال مدريد في البرنابيو ب4 اهداف مقابل لا شيء. فلايك وسبسكرايب ويلا بينا على تحليل الكلاسيكو. طيب بتبدا المباراه وريال مدريد مستحوذ ماسك كوره، برشلونه سايب له الكوره، سايب له الاستحواذ وسايب له المعركه بتاعت نص الملعب نسبيا لريال مدريد. ريال مدريد بدأ المباراة بتشكيلة 4-3-1-2، حط 3 في نص الملعب، فالفيردي وتشاوميني وكامافينجا، وقدامهم بلينجهام اللي قدامه 2 لعيبة سذاج جدا، فينيسيوس ومبابي اللي ما قدروش يضربوا الاوفسايد بتاع برشلونة في ولا كورة واحدة. انت اتفرجت على بايرن ميونخ يا عم انشيلوتي، المفروض انت اتفرجت على مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، المفروض اتفرجت وعرفت ان برشلونة بيلعب هايلاين واسع وكبير جدا قدام الخصم بتاعه وفاتح ملعبه وسايب لك الهايلاين تقدر تضربه. ليه ما تدربتش انك تخلي واحد زي امبابي او فينيسيوس يضربوا الهايلاين ده ويضربوا الدفاع اللي على خط واحد ده؟ 7 تسلل في شوط واحد يا راجل يا مجرم، 7 تسلل في شوط واحد على لاعب واحد، انت بتعمل ايه؟ وكل كراتك في الشوط الاول كرات طويله من ورا لقدام وكلها اوف سايد، نستني ايه؟ مستني تكسب؟ مش مستني اكيد يعني، مش مستني تكسب. فشوط اول سذاجه كبيره جدا من ريال مدريد في ضياع الفرص واستقبال التسللات بكل بساطه بكل رزاله، حتى في الركنيات مش قادر تخلي عندك لاعب يقدر يلعب لك ركنيه بشكل صح. فاسكيز بيلعب كل الركنيات بشكل سيء تماما، ما عندكش لاعب يقدر يعمل لك ركنيه صح. شوط اول برشلونه اداره تكتيكيا وفنيا رائع جدا، حاول برشلونه ان هو يخطف هدف في الشوط الاول ولكن عمك هانز فليك كان راسمها وكان مخطط لها. ساب لك الشوط الاول، هو كان سيء في الشوط الاول، كان وحش في الشوط الاول، معركه خط الوسط انت كسبتها في الشوط الاول بالدليل ان هو جه في الشوط الثاني طلع فيرمين لوبيز ونزل ديونج في الشوط الثاني عشان يظبط شويه معركه خط الوسط اللي انت كسبتها منه في الشوط الاول، ولكن كانت عندك فرصه تخلص، كان عندك فرصه تنهي. والنهارده مبابي بصراحه انا مش عارف اقول ايه على مبابي النهارده، يعني انت شوط اول مش قادر تضرب الاوفسايد في ولا كوره، في ولا كوره مش قادر تضرب الاوفسايد، مش مركز، مش باصص انت فين، واقف فين، على مين هناك، انت حتى الاوفسايد ما بيبقاش بالشعره، يعني حتى الجون اللي انت جبته اي نعم الجون انت جبته انت ما تحركتش وتبطأت شويه، ولكن الجون بتاع الشوط الاول لان برضك في جون اتسجل في الشوط الثاني واتحسب اوفسايد، انت برضه مش ما تحركتش بقى، انت ما ركزتش. يا اخي اتقل، يا اخي اصبر، يا اخي استنى، انت كده كده سرعتك تقدر تضرب بيها اي حد، تقدر تجري قدام اي حد بسرعتك بقوتك البدنيه، وفي الاخر انت برضو عايز تهرب وعايز تجري قبل ما الكره تجيلك. ليه بتعمل كده؟ ما تستنى لما اللي وراك اللي ماسك كوره يسلم لك الكوره وانت اجري براحتك، افتح سبرنت براحتك. ليه بتجري قبل الكوره ما تطلع من رجل المهاجم بتاعك او زميلك في الفريق؟ بتتكلم ان في الدقيقه ال 12 اصلا كان في فرصه خطيره جدا لكيليان مبابي ضيعها برده، كانت اسيست من فينيسيوس، بعدها في الدقيقه 14 لامين يامال بيضيع فرصه والاخر
علشان نبدا المباراه كده سخنين. بعديها بقى انت بتيجي بتفضل مستحوذ على المباراه، بتفضل مسيطر على الشوط الاول، بتفضل قاري الملعب في الشوط الاول، ولكن مش قادر تعمل اللي انت يعني انت قريت الملعب، عرفت برشلونه عامله لك ايه، عرفت ايه اللي متاح لك في الشوط الاول، انت ما قدرتش تلعب على المتاح، ما قدرتش تسجل هدف بالمتاح. يعني انت فريق ازاي، انا مش عايز افهم، انت النهارده كريم مدريد ما قدرتش تضرب الاوفسايد في ولا كوره، ازاي ده بايرن ميونخ سجل، انت ما عملتهاش ليه؟ مش فاهم. عندك الشوط الاول الشوط سيئين وحشين، عندك واحد زي اندريك على الدكه، ليه ما ينزلش في الشوط الثاني ويبقى راس حربه وتلعب على عرضيات من الباكات؟ ليه برضك مصمم تلعب على ضرب الاوفسايد وانت مش عارف تعملها؟ ليه مصمم تلعب على ضرب الاوفسايد في الشوط الثاني وانت اصلا في الشوط الاول ما عرفتش تعملها؟ ما انا دي برضك حاجه جننتني برضو، ان انت ما بين الشوطين ما نزلتش مهاجم صريح او ما نزلتش لاعب يلعب في الصندوق عشان تلعب عرضيات. مش فاهم، مش فاهم انشيلوتي عمل ايه في الماتش، مش فاهم انشيلوتي النهارده كان ايه دوره في المباراه بصراحه، مش عارف. ده الشوط الاول اتكلمنا فيه ان احنا كنا نقدر نسجل هدف او على الاقل هدفين في الشوط الاول اللي كان برشلونه فيه فريسه سهله. جينا بقى في الشوط الثاني، عمك هانز فليك قال لك تعالى لي، تعالى يا حبيبي تعالى، انا سبت لك الشوط الاول وانت ما عملتش حاجه، طب تعالى بقى، تعالى بقى يا حبيب عمو، تعالى بقى يابا، تعالى بقى اتفرج على الكوره، تعالى بقى استمتع، تعالى اتفرج برشلونه ايام زمان، تعالى اتفرج برشلونه بشويه عيال عندهم 17 و18 سنه بيعملوا ايه يابا، تعالى تعالى اوريك، تعالى اما افرجك. كوره من بدايه الشوط الثاني بكوره من كاسيدو باسيست رائع جدا للي مصحصح، للي واقف وعارف هيضرب الاوفسايد ازاي، للي نايم هناك مندي اللي واقف هناك ماسك لك لامين يامال اللي هو اصلا لو سابه كان اوفسايد والكره بعيد عنه، واقف هناك مغطيه عشان يغطي ليفاندوسكي عشان ليفاندوسكي تجيله كوره ويروح انفراد، ومن كوره واحده، من اول كوره، من اول كوره يا عم مبابيه، من اول كوره يا استاذ مبابيه، من اول كوره بتوصل ليفاندوسكي بيقدر يسجل. فين انت الفينيش بتاعك يا افضل لاعب في العالم؟ فين انت الفينيش بتاعك يا نجم فرنسا؟ فين انت الفينيش بتاعك يا نجم ريال مدريد القادم؟ فين انت الفينيش بتاعك طول الماتش يا عم مبابي؟ ده انت مضيع لك النهارده اربع تجوان بالميت غير الاوفسايدات اللي انت وقعت بيها يا حبيب قلبي، انت فين يابا؟ او قول لي انت فين؟ وعم انشيلوتي واقف حاطط ايده في جيبه وعمال يبلع لك في البان. طب ما تعمل حاجه، ما طلع مبابي ونزل اندريك، ولا ما ينفعش تزعل؟ ما ينفعش تزعل، لا 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 ما ينفعش. علشان ليفاندوسكي يسجل هدف في الدقيقه 54 بعد اسيست من كاسيدو، بعدها على طول كره تتلعب من ورا لقدام من ورا في الدفاع، مارتينيز بيلعب كره رائعه جدا لبالدي اللي كان منطلق واقف لوحده في الناحيه اليمين عند فاسكيس اللي خد الكره وعرض عرضيه رائعه جدا تنزل على دماغ ليفاندوسكي اللي بيعمل عرضيه بيحطها اللي بيعمل بدماغه بيحطها في البعيده علشان يخلي هانز فليك يلعبها بدماغه معاه عشان يسجل هدف الثاني. من الدقيقة 54 للدقيقة 56 برشلونة خلاص خلص الماتش 2-0 لبرشلونة، خلصت. اعمل بقى ما بدالك يا عم انشيلوتي، تعالى حط العصاية، هطلع مين بقى؟ ماشي، طب هات لي تشاوميني ونزل لي، هات لي تشاوميني ونزل لي لوكا مودريتش، لوكا مودريتش يعمل لي اسيستات بقى، اسيستات لمين؟ هيعمل اسيستات لمين؟ عايز افهم هيعمل اسيستات لمين؟ لمبابي مضيع له 5 جوان في الشوط الأول، لفينيسيوس مش مركز، مش معانا، هو الراجل في الحفله بتاعت يوم الاثنين، وانا هبقى افضل لاعب في العالم ولا لا، ولا لا هبقى نجم ولا لا يا جدعان، همسك الكره الذهبيه ولا لا؟ ده النهارده ملخص ريال مدريد البسيط. بعديها على طول عشان تيجي في الدقيقه 66 عمك امبابي يجي له كوره برده وكانت اسيست من عمك مودريتش عشان تيجي كوره وتسجل هدف المفروض يا عم امبابي في الدقيقه 65 بقى ونبقى العوده بقى ويلا بقى ايه هنرجع بقى اوفسايد سهله. حتى انا في الهدف ده ما فرحتش، حتى انا في الهدف ده ما فرحتش عشان عارف ان هي ممكن تطلع اوفسايد وفي الاخر طلعت اوفسايد. بعديها على طول كوره بتتلعب من بلينجهام لمبابي انفراد تام في الدقيقه حاجه و70 انفراد تام تام، وانت خلاص بقى لو الدقيقه كانت 71 على ما اعتقد 71 خلاص انت لو سجلت الجون ده هترجع وهتتعادل، كانت لسه النتيجه 2 لا شيء. 71 في الدقيقه 71 انفراد بتاع مبابي راح يضيعه انفراد تام ومش اوفسايد لاول مره في الماتش ما يبقاش اوفسايد وراح ضيع الانفراد. قول لي انا بقى يبقى ايه رد فعلي كمدير فني واقف على الخط؟ ابدله اطلعه
لا ما ينفعش يطلع ده مبابي يا عم، اتشطر على كامافينجا وطلعه ونزل ابراهيم دياز عشان نعمل اي حاجه قدام. بعد ما بينزل ابراهيم دياز في الدقيقه 76 كوره بتتلعب من ورا لقدام برضو، كوره ثرو باص لوب عالي جدا من ورا لقدام من دفاعات برشلونه لهجوم برشلونه، بياخدها رافينيا من قدام ميليتاو بعد كوره ما خدها كده وغمسها برجله وعدى بيها وراح بيها لوحده قدام روديجير اللي ما عرفش يمسك مين ولا مين، وراح مريحها رافينيا ريحها لامين يامال عشان لامين يامال يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 77. وأين ريال مدريد؟ مش موجود. عمك بقى فينيسيوس يبدأ يتعصب وياخد إنذار وي 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 وإحنا مشينا، وعمك أنشيلوتي بياكل لبان، قاعد بياكل لبان بره. سيبه سيبه، مش بريس سايبه، سيبه أنت كمان، سيبه أنت كمان. ريال مدريد، ريال مدريد محتاج تدعيمات في يناير، ومحتاج مدير فني يعرف يدير النجوم دي. زين الدين زيدان لما كان موجود ووجود كريستيانو ونجوم ريال مدريد قدر يديرهم. انت النهارده عندك نجوم لسه صاعده، مش قال لك بقى كريستيانو في عزه بعد ما بقى عنده مينتاليتي مع مودريتش مع توني كروس؟ انت معاك لسه لعيبه صغيره شايفه نفسها، معاك لعيبه صغيره الصور بتاعتها بتجيب لها فلوس، انت لازم حد يعرف يدير اللعيبه دي، حد يعرف يزعل اللعيبه دي، مش انشيلوتي اللي بيطبطب على اللعيبه دي. تيجي الدقيقة 77 بعد ما سجل لامين يامال هدف، ما ينفعش بقى الماتش يخلص من غير ما رافينيا يسجل جول، ما ينفعش. كورة تتلعب من ورا خالص لقدام برضو اتكررت 3 مرات، ولكن المرة دي رافينيا بياخدها ويروح لوحده وبيسجل الجول الرابع في الدقيقة 85. وشكر 4-0 برشلونة على ريال مدريد، صدق أو لا تصدق في قلب البرنابيو برشلونة يفوز على ريال مدريد ب4 أهداف مقابل لا شيء، وأنشيلوتي واقف بيتفرج إيده في جيبه اللي بنته في بقه ومش عارف يعمل إيه. يا حسرة على ريال مدريد، وألف مليون مبروك لكل برشلوني على فريقك الرائع. حقا هانز فليك قدر يعمل فريق رائع جدا جدا جدا، ده انا ما اتكلمتش فني كمان، ده انا ممكن اقول لك وافرد لك دلوقتي ان في الشوط الثاني هانز فليك ما كانش وليد الصدفه ان هو يعمل ده في الشوط الثاني، لا ده هو مرتب ومرتب تبديلاته كمان ما بين الشوطين، طلع فيرمين لوبيز ونزل ديونج بعديها بشويه بعد ما النتيجه بقت 2-0 وريال مدريد بدا ان هو ينزل لوكا مودريتش ويلعب هجوميا شويه، ما قالكش بقى انا هدافع، لا هو رجع ديونج يلعبه رقم 8 او رقم 6 في نص الملعب ونزل داني اولمو عشان يلعب رقم 10 او يلعب تحت الباكات بتاعته عشان برضك يبقى عنده شق هجومي قوي قدام ريال مدريد وما يخسرش هجوميا لعبته وما يرجعش يدافع قدام ريال مدريد وما يديش لريال مدريد فرصه ان هو يفوق ويعمل فيها بطل وبشخصيه البطل والكلام ده، لا هانز فليك قتل ده كله من قبل ما ده يحصل بتبديلاته، بقرايته للمباراه، بقرايته لفكره المباراه، بالسيناريو اللي كان حاطه للماتش وكانه قاعد في بيتهم قبل ما يجي برشلونه، عامل سكريبت كبير كده للموسم كله لكل ماتش بماتشه، عامل سكريبت لكل ماتش بماتشه، عارف هيعمل ايه قدام ده وعارف هيعمل ايه قدام ده. بصراحه كسبته مدرب كبير وفريق رائع. بعد ما نزل داني اولمو انت شفت ان ريال مدريد بدا يفتح ورا، فبدا ان برشلونه يعمل كرات من ورا لقدام بتنزل تلاقي لعيبه تستلمها، بتنزل تلاقي لعيبه مستنياها، مش انت مستنيها، لا بتنزل بتلاقي امبابي مستنيها في التسلل. عزيزي المشاهد عزيزي المتابع، ده كان اللي عندي النهارده في مباراة ريال مدريد وبرشلونة اللي انتهت بفوز برشلونة ب4 أهداف مقابل لا شيء في ليلة فضيحة، ليلة تاريخية لكل برشلوني النهارده، وأسبوع عتيس، أسبوع تعيس لكل مدريدي زملكاوي، وأسبوع رائع لكل أهلاوي برشلوني بجد. ألف مليون مبروك للأهلاوية، ألف مليون مبروك لبرشلونة، هارد لك للزملكاوية مش هارد لك للمدريدية. أنا كمدريدي مش هقول نفسي هارد لك، لأن أنا النهاردة ما لعبتش النهاردة، ما عملتش حاجة النهاردة قدام برشلونة، أستحق الفوز، أستحق الهزيمة بالعشرة، أبصم لك بالعشرة على استحقاق الهزيمة. فكان معكم فتحي ياسر وتحليل لمباراة الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، يا رب تفضل معايا في الملعب مع ملعب فتحي وتعمل لايك حالا بلا فعلا الفيديو ده وتشاره لكل أصحابك، عايزين نوصل ل 5000 متابع قبل نهاية السنة، واعمل سبسكرايب قناة واعمل شير واعمل لايك. دمتم في أمان الله.